في الذكرى 51 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك ومنبر نور الدين زنكي رمز تحرير الأمة وأيقونة نصرها. اللي أثر على الأقصى إنه قلوب الناس اللي احترقت، مش الأقصى اللي احترق، قلوب الناس، قلوب المسلمين. ما هو أفئدة ملايين المسلمين؟ ولأنهم يريدون إسكات صوت المنبر، تنظم العشرات من المؤسسات العلمائية والشرعية من مختلف بلاد العالم حملة للخطباء والدعاة والفاعلين والمؤثرين في الأمة تحت وسم حملة أمناء المنبر لتجديد العهد وتذكير الضمائر ودعم المرابطين المقدسيين من الثلاثاء 18 حتى 22 من آب أغسطس للعام 2020. وتهدف الحملة إلى تفعيل الخطباء والآئمة لتعبئة الأمة نحو خدمة القدس والمسجد الأقصى المبارك، كشف مشاريع التهويد ونقل معاناة المقدسيين واحتياجاتهم، إشراك الأمة في رفع المعاناة في القدس وحماية مقدساتها ومسجدها الأقصى مادياً ومعنوياً. شركاؤنا الرعاة الإعلاميون للحملة. كن معنا لأن حريق التهويد لم ينطفئ.